أهلا بكم في هذه الفقرة الحوارية من بيروت اليوم، حيث أستقبل الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة النهار أستاذ راجح خوري. مرحبا أستاذ خوري. الله معي. ملفات عديدة سنبحث اليوم في بيروت اليوم، بدءا من مصر، غزة، سوريا، وبطبيعة الحال الملفات الداخلية اللبنانية، وهذه وقفة مع أبرز محاور بيروت اليوم. هل تطيح مواقف وقرارات الرئيس المصري بالربيع العربي؟ بين مواقف الراعي ومبادرة جنبلاط، أين تتجه اللعبة السياسية في لبنان؟ أستاذ راجح، هناك من رأى فيما فعله الرئيس المصري محمد مرسي، أول شيء وصفوه بالقنبلة ما فعله، وكتار علقوا أنه هذا أو ما حصل أطاح ب 25 يناير، يعني الثورة. ماذا يقول راجح خوري عما يحصل في مصر اليوم؟ والله أنا بدي استعير كلام محمد برادعي اللي هو أظرف تعليق يعني بالمناسبة على الإجراءات الأحادية اللي أخذها محمد مرسي. محمد برادعي بيقول أنه هذه الإجراءات جعلت من الرئيس المصري الحاكم بأمر الله. مظبوط، لأنه وقت اللي بيصدر قرار بيصفي السلطة التنفيذية مرتبطة فيه، السلطة القضائية مرتبطة فيه، السلطة التشريعية مرتبطة فيه، هيئة صياغة الدستور الجديدة مرتبطة فيه، وصار فيها استقالات بالمناسبة. ويعطل كل السلطات في البلد. أضف إلى ذلك بعد إجراءاته التي تناولت القيادات العسكرية في الجيش كما معروف، المجلس العسكري الأعلى، عم بيحاول أنه يجمع كل السلطة بإيده، مما يجعل منه فرعون جديد في مصر. وبعتقد أنه الشباب اللي راحوا ب 25 يناير وعملوا هذه الثورة وهذه الانتفاضة على تراكم العهود السابقة من 54 لأيام حسني مبارك، ما كان يعني طموحهم ولا كانت أهدافهم البعيد المدى أنه ينتقلوا من حكم اسمه حكم حسني مبارك اللي بسموه ديكتاتور بشكل دائم، وهو كان ديكتاتور صحيح، إلى ديكتاتورية جديدة ربما تكون أشد ظلما وأشد سوادا على بلد مثل مصر، وخصوصا أنه نحن عم نراقب من فترة طويلة أن هناك كتبا موجودة في المكتبات من عشرات سنين عم تتصادر من المكتبات. هناك نوع من الممارسات الفنية المتعلقة بالأداء الفني، ومصر بلد انفتاحي. الإسلام في مصر يا ست منى يختلف عن الإسلام في أي بلد آخر لسبب كتير بسيط، لأنه جذوره يعني منغمسة بالإرث الفرعوني. يعني في نوع من المناخ الانفتاحي، البيئة الانفتاحية، التسامح اللي أفقه أوسع، حتى الإخوان المسلمين كمان يتمتعون يعني بهذا الانفتاح. يعني يفترض ببلد مثل مصر في عنده حضارة فرعونية، معروف شو حضارة فرعونية، يعني 6000 سنة من الإرث اللي يتعلق بفن العمارة، بفن الحياة، بالرسم، بكل شيء. الإسلام في مصر منتظر منه أنه يكون يعني أفقه في التطبيق السياسي عندما ينتقل من الإيديولوجيا العقيدية إلى نظام سياسي أن يكون أكثر يعني قابلية لبعض الممارسات في الإطار المدني من الإسلام في بلد ما عنده هالخلفية الفرعونية. هاي بيعرفوها المصاري بشكل أساسي. كان كثير مفاجئ وكثير صادم أنه يصير في قضم لكل آمال الشباب، غنام وغير غنام. طب لماذا حصل ما حصل؟ لأنه سبب كتير بسيط. اليوم الإخوان المسلمين راحوا على الانتخابات. خلينا نتذكر الانتخابات تقريبا 51% فاصلي أو 40.8 بتذكر شو اسمه 49.8 مقابل 51.2 بينه وبين فرق بسيط شفيق. جدا شفيق. مشان هيك يعني ما بيقدر هو محمد مرسي وورا منه إخوان مسلمين أنه يتصرف بهذه الطريقة وينصب نفسه حاكما بأمر الله على المصريين كما يقول محمد برادعي، بوقت الناس مش ناظرة من الثورة أنها تعيدها للوضع اللي كانت فيه، ناظرة في من الثورة أنها تعمل إصلاح اقتصادي، أنها تعمل إصلاح زراعي، أنها تعمل انفتاح، أنها تعمل عدالة اجتماعية، أنها توسع أفاق الناس. المصريين عندهم أزمة اقتصادية دائمة ومستمرة صحيح. وكان منتظر منه أنه ينكب على الموضوع الاقتصادي قبل ما ينكب على المواضيع اللي بتتعلق بقضايا تتعلق بتطبيق الإسلام في النظام السياسي. اليوم هو على جنب منه على بالأحصر على يساره في حزب النور. يعني حزب النور مزايد في
في الدعوة إلى تطبيق الشريعة. وبعتقدش أنا أنه الإسلام يدعو إلى هذا الأمر. يعني في ناس من مصر دعوا مثلا إلى تحطيم الأهرام، في ناس دعوا إلى طمس وجه أبو الهول بالشمع. يعني هذه دعوات، وطلع أكثر من فتوى مؤخرا، يعني بتحسي أنه في بالأكستريم، يعني في تطرف عند حزب النور اللي عم بيحاول محمد مرسي أنه يسيره، لأنه هو حلفائه اليوم بالشارع، اليوم المظاهرات بالشارع الحزب العدالة والحرية وحزب النور. صحيح. يعني الحزب الإخوان المسلمين بيضاف إلى حزب النور. لكن هذا الأمر التحالف هيدا ما بيسمح له أبدا أن يغير هوية الممارسة السياسية بمصر. والخطر اللي أخطر من كل هذا الأمر، عندما يتخذ هذه القرارات، أنا برأيي أنه هذا ربما يقفل الفرص المستقبلية على التغيير. بأي معنى؟ بمعنى أنه لما بتصير كل السلطات عنده، ما فيك أنت بقى تروحي على دورية التكليف العام. يعني ما بقى فيك تروحي تعملي انتخابات جديدة. هلأ لو هلأ بتحصل الانتخابات اليوم في مصر، النتيجة أكيد مش راح تكون مثل ما كانت بالتأكيد. أنا قطعا بقول هذا الكلام، لأنه ناس فوجئوا بهذه التصرفات وبهذه القرارات. يمكن كانت الحملة أو تناقضت الحملة مع الأداء بعد 100% 100%. لأنه بالأساس، واليوم في مقابلة بجريدة الحياة مع عمرو موسى، بيقول الإخوان المسلمين، ومعه حق، ونحن صحفيين وعلى مدار الساعة، وحضرتك بتعرف يا جري، وقت اللي بلشت الثورة في 25 يناير في مصر، ما التحقوا فيها الإخوان المسلمين. صحيح. بلشت على أيدي الشباب والغنام وأصحابه، ومجموعة من الشباب اللي بدهم تغيير، بدهم عدالة، بدهم تغيير في البلد، إضافة إلى مجموعة من الأحزاب السياسية الناشطة في إطار البحث عن دولة مدنية منفتحة ديمقراطية يتم فيها تبادل السلطة. هيدا كان الأمل. لكن إجوا التحقوا الإسلام المسلمين الإخوان مؤخرا على قرب الانتخابات، يعني نزلوا، نزلوا على ميدان التحرير، نحن ما متذكر، بوقت متأخر عن الشباب، كانت استوي، فصفينا حطينا الشباب على جنب اللي راحوا على الثورة، واستلمنا هالسلطة هاي وعم نعمل منها ديكتاتورية. لو في انتخابات، أنا عم بتذكر هون شغلي قلتها يمكن عندكم هون، سنة 86 صار في انتخابات في الأردن أيام الملك حسين. في ذلك الوقت فاز الإخوان المسلمون، أخذوا تقريبا بعتقد 40 نائب من 112 نائب كان البرلمان الأردني، وتكلف مضر بدران بتشكيل حكومة. فإجا مضر بدران عند الملك حسين قال له: يا سيدنا، الإخوان المسلمين عندهم 40 نائب، ونحن بدنا نشكل حكومة، طالبين 9 وزارات، وطالبين 9 وزارات خدمات. فقال له الملك حسين: ترجع لي بكرة. طبعا الملك حسين بالليل رجل الله يرحمه ذكي وممتاز، لما رجع له تاني يوم قال له: أعطيهم 9 وزارات. ليش قال له أعطيهم؟ قال له: أعطيهم حتى يشوفوا الرأي العام الأردني كيف بده يتحملوا المسؤولية والسلطة. أول قرار بده ياخذه وزير التربية لاختبار الأداء، أيوة، أول قرار بده ياخذه أنه بنى ميزانية لحتى نعمر أبني للمدارس رديفي للأبنية القائمة حاليا. قالوا له: لا، أنا بدنا نحط البنات بأبنية وشباب بأبنية ببلد عنده ضائقة اقتصادية مثل الأردن. لما تجربوا وجربوا الرأي العام للإخوان في الحكم وراحوا على الانتخابات اللي تلت هذه الدورة، قد أخذوا الإخوان المسلمين في الأردن 6 مقاعد من 40. طب أستاذ راجح، مشان هيك أنا لأختم بس بكلمة، العبرة الأساسية مش شو عم يعمل محمد مرسي، مش انه عم بيعمل حاله الحاكم بامر الله مثل ما عم بيقولوا. العبره انه يروحوا بكره على الانتخابات حتى الشعب المصري بعد ما اختبر، ولو على الاقل خلال 3 اشهر او 5 اشهر صار له اختبر حكمهم، يقدر يقول كلمته في ضوء اختبار الممارسه. هناك من قال عندما رحل الرئيس مبارك أنه الأمريكان والغرب عجلوا برحيله. اليوم هناك من ينظر العكس، أنه الأمريكان، حضرتك أصلا يعني بواحد من مقالاتك أنه نصبوا تحديدا بعد اللي حصل بغزة والوساطة اللي قام فيها محمد مرسي، وكأنه أي ثورة اليوم ما رح ترجع تعيد عقارب ساعة للوراء، يعني رح يضل لأنه في عنده دعم غربي أمريكاني. هل تؤيد أنه الأمريكان فعلا داعمين محمد مرسي وحكم الإخوان لهذه الدرجة في مصر اللي خولته يعمل اللي عمله؟
أولا اللي حصل بمصر الأمريكان التحقوا في التحاق بطبيعة الحال. الأمريكان بيعرفوا تماما أنه الأمريكان السياسة الخارجية الأمريكية قامت في البداية على ما يسمى قواعد الحافة، يعني أقاموا قواعد عسكرية بكل مناطق نفوذهم في العالم، هذه بحقبة الخمسينات. بعد الخمسينات صار عندهم أنظمة الحافة، يعني الأنظمة الحليفة لإلهم، منها النظام المصري، منها النظام في تونس، منها يعني مجموعة من الأنظمة، اللي النظام العراقي زمان أيام نتذكر حلف بغداد وإلى آخره. اكتشفوا بعد مرور تقريبا 40 سنة أو 50 سنة أنه الدكتاتوريات القائمة في العالم العربي، في مصر، في سوريا، في ليبيا، في هيدي يعني لا يمكن الرهان عليها إلى الأبد، سيما وأنه الرأي العام عم يوقف ضدها. مشان هيك هني بيلتحقوا عادة الأمريكيين بما يلائم مصالحهم. مصالحهم مع مين؟ مع حسني مبارك؟ لا، الشعب كله بالشارع ضد حسني مبارك، بيلتحقوا بالشعب. هلأ الأمريكان بذهنهم أنه التغيير في مصر ربما يؤدي فعلا، ربما يؤدي فعلا إلى نظام ديمقراطي. وأنا بتذكر تماما قبل أنه محمد برادعي كان في لندن ودفع دفعا لركوب الطيارة ليأتي إلى مصر، لأنه كانوا بريدوا أنه محمد برادعي اللي فاوض طويلا في قصة النوويات أنه يكون هو في المقدمة. طيب حصل أنه إجا الأخوين المسلمين. الإسلاميين المسلمين منهم يعني غريبين على الأمريكان، وإذا بدنا نروح بالعمق، بالعمق أكثر من هيك، أنا بعتقد لازم نرجع تقريبا ل يعني قبل الثمانينات، لنص الخمسة وسبعين وطالع. يعني لازم يتذكروا الناس في ذلك الوقت كان الأمريكاني عم يدعم أسامة بن لادن بأفغانستان ضد الاتحاد السوفيتي. بتقول نتاجهم يعني نوعا ما كان عم يتركب، كان عم يتركب بالمنطقة طيارين، طيار شيعي متصلب وأساسي وبدو يلقط المنطقة مزبوط، وطيار سني في المقابل يقوم على الإخوان المسلمين. ومش هناك عم بقول لك بالوقت اللي كانوا عم يدعم أسامة بن لادن المقاتل من أجل الحرية، هيك سموه، مش أنا سميته، الأمريكان سموه ضد الاتحاد السوفيتي بأفغانستان. صحيح. كان الخميني رحمة الله على الخميني كان في باريس وكان في حماية حلف الأطلسي، وكل الكاسيتات اللي أرسلت بخطبه وتحريضه على الثورة على شاه إيران اللي هو حليف أمريكا كانت تأتي عبر الأمريكان وعبر حلف الأطلسي. منذ ذلك الوقت في محاولة لتركيب سنة مقابل شيعة، هذا الأمر بيريح الأمريكان وبيريح الإسرائيليين وبيدخل المنطقة بصراعات طويلة عريضة لها أول ما لها أخير. خليني أذكرك بشغلة أكثر من هيك، أول قرار اتخذه بول بريمر بالعراق شو؟ حل الجيش العراقي. طيب يا أخي أنتوا مسكتوا هرب صدام حسين، ولاده قتلوا، سقط النظام، خلوا على القليلة منظومة عسكرية تمسك البلد. يعني عم بفهم منك أستاذ راجع أنه الأمريكاني بعده لليوم هو بيحرك كل دول المنطقة، ينتخب رئيس ويقيل رئيس ويديره كما يريد ويستعمله لأغراضه كما يريد. يعني خدي قصة غزة، إذا هذا اللي بدي أسألك عنه. حضرتك كتبت فلسطين الخاسر الأكبر يوم الجمعة الماضي، وأنت عم بتسلسل المقال يعني بمكان ما عطينا الكريدت، مش أنت يعني طبعا هذا اللي صاير. طبعا إيران شكروه على تقديم الصواريخ، ولكن الدور الدبلوماسي لعبه محمد مرسي. يعني كمان بدك تقول أنه الأمريكان عطيوا هذا الدور لمحمد مرسي لحتى يظهروا أنه الدور الإقليمي عاد لمصر، مثل ما حضرتك كتبت. 100% أولا خلينا نقول شغلة كتير بسيطة، قبل ما توصل هيلاري كلينتون على المنطقة اتصل أوباما بمحمد مرسي وبرجب طيب أردوغان. تاني يوم بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، وطلب من محمد مرسي أن يفاوض حماس، أن يفاوض حماس مش محمود عباس ولا السلطة الفلسطينية، وهذا أمر خطير لأنه هذا يشكل اعتراف غير مباشر بتقسيم السلطة الفلسطينية بين قطاع غزة وبين حماس. صحيح. بين قطاع غزة وبين الضفة الغربية. على هذه الخلفية كانوا بيريدوا الأمريكان وكان يريد الإسرائيلي أيضا امتحان محمد مرسي وحكم الإخوان المسلمين في مصر، إلى أي مدى سيلتزمون المسار السلمي اللي مبني على أساس كامب ديفيد، إنه هو اللي بده يحافظوا على كامب ديفيد، ولا بوقت ما وقت صار في تلويح إنه ممكن إحنا نعدل كامب ديفيد، ممكن إحنا نغير كامب ديفيد. خطوط الغاز نصفت 9 أو 11 مرة
اللي بتجي على إسرائيل، صار في نوع من الحكي إنه ممكن يتغير، فكانت كتير في تعمد من الأمريكان أن يعطوا محمد مرسي هذا الدور المحوري الأساسي في حل هذه القضية، لإلزامه أكثر بالدور اللي كان عم يلعبه حسني مبارك في مسألة غزة والعلاقة مع إسرائيل. وبعتقد لأنه هو اليوم بيقول أنه أنا لعبت الدور بشكل كتير أساسي ومحوري، ويفتخر بهذا الأمر بس ما ننسى أنه بذات الوقت هو كان عم يستقبل موفد إسرائيلي وقت القصف كان نازل على غزة، وكان عم بفاوض، وهو سعيد جدا بهذا الدور. طيب ما خطورة الذي يحصل كان اليوم في شوارع في ميدان التحرير ويعني بمصر كلها من القرارات اللي أخذها مرسي وردة الفعل، واللي حصل أنهى العدوان الإسرائيلي على غزة؟ شو الخطورة؟ كيف تقرأ الخطورة وانعكاسها على الثورات العربية، واليوم تحديداً عم بحكي عن سوريا، يعني هل من تأثير على ما يحصل في سوريا؟ شوف، أولاً اللي عم يحصل بمصر شغل كتير مهم وكتير أساسي. إذا تمكن المتظاهرون اللي دعوا بكرة الثلاثة في عندهم مليونية بميدان تحرير ضد الإجراءات اللي اتخذها مرسي، وكذلك الإخوان المسلمين دعوا في الوقت ذاته في مظاهرة دعماً لقرارات مرسي، وفي مظاهرة دعماً له، هذا أين سيؤدي؟ اليوم في 400 جريح، اليوم في القاهرة في 400 جريح. طيب رجع ميدان التحرير ساحة للتراشق، وبتذكري واقعة جمل، يمكن يكون قدام أكثر من واقعة جمل، لأنه اللي حاصل بمصر في محاولة لاختطاف مصر أو لاختطاف الثورة المصرية ولتزوير أهداف الذين الشباب اللي أرادوا أن يقوموا بهذه الثورة. أنا لست ضد أن يذهب الإخوان المسلمين ويأخذوا حقهم، إذا صناديق الاقتراع أعطيتهم هذا الحق، لكن ما بإمكانهم يغيروا أو أنه يرسموا الإطار السياسي لمصر الجديدة بعد الثورة وفق مفهومهم. وقت اللي بيصروا مثلا على أن تكون المادة الثانية، أن تبقى المادة الثانية في الدستور التي تنص على أنه الدين الدولي والإسلام، ما فيهم يحكوا عن ديمقراطية، ما بيقدروا يحكوا عن ديمقراطية. ليش انسحب نائب الرئيس القبطي من بعد الإجراءات مبارح؟ ليش انسحب؟ واليوم استقال مستشار الرئيس طبعاً مرسي كمان. طبعاً، وفي استقالات طويلة عريضة من هيئة صياغة الدستور، لأنه جابوا أكثرية من الإخوان المسلمين وقالوا لهم أنتوا بتصيغوا الدستور الجديد اللي على أساسه بدنا أن تكون مصر المستقبل، بالوقت اللي الآخرين اللي عم يشدوا باتجاه الدولة المدنية حاسين وكأنه ستختطف منهم عملية كتابة الدستور يناسب فعلا إقامة دولة مدنية في مصر. على خلفية كل هذه الأمور، يعني اللي حاصل بمصر منه هين، يعني بجوز مصر تروح على اشتباكات من جديد، على مشاكل من جديد. لكن الجوهر اللي سألتيه، وأنا بشكرك أنك طرحتي السؤال، أنا كتبت مقال ذكرتيني بالمقالات أنه إذا نجح الربيع العربي في مصر نجح الربيع العربي في كل العالم العربي، لأنه مصر أكبر بلد عربي، مصر نموذج احتذى، مصر مراهن عليها على خلفية فرعونيتها وتجربتها في الانفتاح وفي الدور الإقليمي. كان يفترض أن تعطي نموذج أقرب إلى النموذج التركي مما هو عليه النموذج التونسي مثلا، مع أنه الله يرحم بورقيبة اللي دفن مرة جديدة. صحيح. اللي عم يحصل اليوم مختلف، في مفاجأة مصر، يعني الإخوان المسلمين في مصر رايحين باتجاه مغالط تماما أو مغاير تماما لكل توقعات الناس. فإذا نجح الإخوان المسلمون في مصر وفي جعل مصر دولة بالطريقة اللي يعني بطريقة الإعلان الدستوري اللي صدر عن محمد مرسي، أنا بعتقد ليبيا يعني ستدخل في مشاكل من جديد. تونس خلينا نحكي كلمتين عن تونس. أول بلد صار فيها ربيع العربي بلش من هونيك، نحن بنقول انه بلش من سياحة الشهداء من هون، وقلنا حق نقول، لكن عمليا بتونس اول دولة محمد بو عزيزي احرق نفسه فقامت ثورة ضد بن علي زين العابدين، ظهر بن علي. تونس هيدي البلد اول بلد عربي بورقيبة اعطى المرأة الحق فيه. صحيح. بلد انفتاحي، بلد سياحي، بلد منفتح على الغرب، على اوروبا، في يعني تراكم من الانفتاح على الحضارات الغربية. فجأة دخلوا الإخوان المسلمين على الخط، جامعة تونس معطلة من سنة ونص، ما فيك تفوتي على جامعة تونس، البوليس في تونس يتظاهر، رجال البوليس عم يتظاهروا قدام وزارة الداخلية يطلبوا حماية. ليه؟ لأنه الإخوان المسلمين ضربوهم بقلب العاصمة ويدعون بالقوة إلى إقامة حكم الشرع. هذا في تونس. وقت اللي مصر بدها تفوت بهالاتجاه
ما عادش نعتب على تونس اذا كفت بهالاتجاه. بس اي انعكاس على سوريا راح يصير؟ يعني سوريا بعد الثوره قائمه وهناك من يحذر من حكم الاخوان، هل اذا اخفق الاخوان في مصر بيعطوا بيكونوا ذريعه للعالم كله انه هذا ما سيحصل في سوريا بالتالي بتضعف الثوره؟ يعني خلينا نحكي سوريا بدها شويه رؤيه، شويه هيك افقها اشمل شوي. النظام في سوريا قبل ما محمد مرسي يعين نفسه فرعون قبل ما تحصل، النظام في سوريا سمى كل المعارضة إرهابيين واعتبر أنه كل الناس اللي عم بيقولوا يعني عم يتظاهروا بالشارع هذا قبل السلاح أنه هاو متسوسين وهو إرهابيين وهو عناصر مفلتين وهو من خارج البلاد وهو دي في ناس عم تدفعهم لضرب هذا النظام الذي يقاوم إسرائيل. بالمناسبة من 4 أو 5 أيام سمعنا أنه في أول قذيفة من وقت الفصل اللي عمله كوسينجر من 3 أول قذيفة أطلقت في اتجاه إسرائيل، مش لأنه في اهتمام هلأ بمحاربة إسرائيل، لأنه في محاولة لاستسقاء حرب مع إسرائيل ربما تساعد النظام على الخروج. العودة لجوهر السؤال، من أول يوم النظام السوري بيقول أنه والله لك البديل منا ربما يكون نظام إسلامي أصولي متزمت يسحق الأقليات، يسحق المسيحيين، يسحق الأكراد، يسحق الأشوريين، يعني يسحق كل. وسوريا بلد أقليات، يعني في مجموعة أقليات، في منظومة كبيرة من الأقليات. صحيح أنه السنة أكترية لكن فيها مجموعات دروز وعلويين ومسيحيين وشيعة. يعني ما قصر النظام السوري ولا نهار في القول أنه هذه الثورة هي ثورة يعني فيها وراء منها إرهاب وأصولية وإلى آخره، وأنه ممكن البديل يكون ربيع ملتحي. يعني للأسف أنه الربيع العربي عم يطلع منه لحق أكثر ما بيطلع منه زور بهالأيام. هذا شيء طبيعي، وأنا من رأيي أنه لازم يجربوا. يعني من حق الإخوان المسلمين إذا مدعومين على الأد أنه يوصل للسلطة، لكن من حق الناس أن تجربهم في السلطة وأن تحاسبهم. لو ما تقدر ترجع تحاسب، المهم أنه يكون في محاسبة، مش المهم أنه نوصل للسلطة نقفل الباب على أي إمكانية للتغيير ونعمل ديكتاتورية جديدة، وهلأ عم نخاف منه بمصر اليوم. خلينا توقف استاذ راجع عند الصحافة الدولية، لا كمان منا يعني عم تتناول الوضع بسوريا بناء على اللي حصل بمصر. رح أشوف الفيجارو شو كتبت. بصحيفة الفيجارو الفرنسية كتب مقال تحت عنوان خطة الإبراهيمي لتهدئة سوريا، وفيها للتحايل على المشكلة أو على هذا الحاجز، سيحاول الأخضر الإبراهيمي الاستفادة من عودة مصر على الساحة الدبلوماسية الإقليمية بعد وساطة ناجحة بين إسرائيل وحماس في غزة. الإبراهيمي يريد إقناع الرئيس مرسي بالضغط على الإخوان المسلمين السوريين المهيمنين على الائتلاف بحيث يتقبلون الخطة، يقول زميل له. ووفقا له، جماعة الإخوان المسلمون المصرية هي الوحيدة التي يمكن أن تدفع أصدقائها السوريين في هذا الاتجاه. يعني بالكلام عن الإخوان، هل ممكن انه ياثر اخوان مصر على اخوان سوريا؟ ممكن الابراهيمي يستفيد؟ يعني كمان عم يعطوه دور كبير لما يحصل في سوريا. اولا خليني اقول لك شغلي، الاخوان المسلمين في سوريا هن جزء من المعارضه، شريحه من المعارضه، منا شريحه قليله بس منا شريحه الراجحه في المعارضه. ما نعطي الاخوان المسلمين في سوريا الدور اللي الناس عم يظنوا انه هو اللي حاصل بسوريا وكله اخوان مسلمين. صحيح صار في تسرب ناس مجتهدين، وانا بعتقد سوريا بقيت 6 أشهر تتظاهر ضد النظام ويقصفون ويتعرضوا للتنكيل وما حدا انتبه على القصة. هلأ سوريا صار لها سنة، أولا سوريا مدمرة بنسبة 65% مدينيا منها. ما فيش داعي للحديث عن عدد القتلى والجرحى والمآسي والمجرين وما بعرف شو. طيب على امتداد كل هذا الوقت والعالم متكتف، والأستاذ أوباما كل يوم الصبح بيقلنا بكرة خلص عادوا على الأسد الرحيل وما حدا مد يد العون. طيب بالتالي الأمر يعني في عناصر متشددة بدها تفوت على سوريا وتقاوم بسوريا ومن دول من الخارج، لكن اللي خلى هذه العناصر تجي على سوريا وتعمل حيثية جزئية، بكرر جزئية منها نعم. أساسية اللي خلى شيء هو تقصير العالم عن دعم الشعب السوري. صحيح. اليوم قصة الإخوان المسلمين وتأثير محمد مرسي على الإخوان المسلمين بمصر بسوريا هذا كلام افتراضي. افتراضي لسببين، أولا لأنه خطة الأخضر الإبراهيمي اللي بده يعرضها بكرة في الأمم المتحدة تقوم على نظرية جنيف، على مؤتمر جنيف، بمعنى تشكيل حكومة حيادية من الطرف، يعني حكومة تضم الطرفين،
حكومي من السلطة، من النظام ومن المعارضة، ويكون يعني وينزع منها الدور التنفيذي للرئيس بشار الأسد مع شرط احتفاظه في السلطة لل 2014. طيب جواب سريع، هل ستقبل المعارضة بهذا الموضوع؟ قطعا لا. خلينا نتذكر البند الثالث بالاتفاق اللي حصل امبارح في الدوحة، أول بند بيقول لا تفاوض ولا اعتراف، وسنسقط النظام وآليات النظام ويعني الشبكة الأمنية للنظام وكل معالم هذا النظام. طيب شو راح يعمل أخضر إبراهيمي؟ أخضر إبراهيمي صار له 6 أشهر بالمناسبة، كنا نسينينه فجأة، هلا عم يبين أخضر إبراهيمي تفصيل هيك يعني للأسف أنه فات بمهم. هو أول يوم قال هذه مهمة مستحيلة، لحد هلا مهمة مستحيلة وصارت أكثر استحالة. خلينا نذكر شغلة كتير بسيطة، من سنة كانت المعركة بحمص، ومن سنة راح الرئيس بشار الأسد تفقد حمص على أساس أنه انتهت المعركة. من 3 أشهر قيل أنه معركة حلب ستنتهي في أسبوع. طيب وشو عم يصير بحلب؟ اليوم الحكي أنه الطرفان يستعدان للمعركة الحاسمة في دمشق. طيب وسط كل هذه الخريطة النارية اللي فيها دم ودمار وقتل وقصف وما بعرف شو إلى آخره، في محمد مرسي يجي يحكي عن إخوان المسلمين؟ ليش الإخوان المسلمين اللي عم يقاتلوا بسوريا؟ هن جزء من الناس اللي عم يقاتلوا بسوريا. إذن عم يعطون حجم أكثر من حجمه طبعاً أو أكبر طبعاً من حجمه الفعلي. طب إلى أي مدى يساعد ما حصل في الأسبوع الماضي، الائتلاف السوري المعارض، الكلام عن تشكيل حكومة ربما، توحيد صفوف المعارضة نوعا ما، تخدم أو كمان ما راح تفي بالغرض؟ شوف عمليا كل ما المعارضة إلى حد ما توحدت بالاجتماع اللي حصل في الدوحة، توحدت ونعمل دستور واضح وصار في انتخابات لأول مرة، بصير في انتخابات واني بعد خارج السلطة. يعني المعارضة السورية لونها منه أصولي، داخل عليها أصوليين، ما حدا بينكر هذا الأمر، لكن ما قلون القرار الأصوليين. الإخوان المسلمين مش هني اللي رجحوا نتائج العملية توحيد الائتلاف اللي حصل في الدوحة، لا مش صحيح، إلهم صوت لكن مش هن الأساس. مين اللي كان أساس؟ مين اللي كان أساس؟ اللي كان أساس في مجموعة من دول عم تشتغل على ضبطة هذه المعارضة، قطر وسعودية، تركيا بشكل أساسي، قطر، المملكة العربية السعودية، كل الدول اللي داعمة لهذه الثورة عم بيحاولوا يجمعوهم. حاولت إيران أن ترد بسرعة بعد أسبوعين، أقل من أسبوعين كمان، أن عملت شيء اسمه اجتماع المعارضة في طهران. لازم تكونوا قريتوا عنه. صحيح. طيب مين راح عليه هذا الاجتماع؟ راحوا عليه جماعة النظام، معارضة، النظام جزء شاطر من معارضة الداخل. معارض داخل، ما في شيء اسمه معارض داخل. المعارض الحقيقي في الداخل بالحبس. في ناس مسميين معارضة في الداخل والنظام ركبون لحتى يواجه كل دعوة للتغيير من برا بمعارضة حقيقية بالقول انه هاي معارضة. ونحن عملنا اجراءات واصلاحات وعملنا انتخابات، وهولي اللي عم بيقاتلوا من برا هولي إرهابيين، بس المعارضة عنا جوا، مفهوم يعني موقف النظام مفهوم. اللي حصل بإيران هو جمع للمعارضة النظام والقول إنه لا والله المعارضة موجودة، لتهميش أو لتحقير، لتبيان إنه في أكثر من معارضة الخارجية كمان، بس هي ما اشتمروا أحدا. مش صحيح الأمر، مش واضح الأمر. والدليل إنه الإيرانيين نفسهم قبل ما يجتمعوا مع المعارضة في طهران أو يجمعوا المعارضة المزعومة في طهران كانوا على اتصال بالمعارضة الحقيقية 3 أو 4 مرات. والإيراني اللي بيخيط السياسي مثل ما بيحيك السجاد بدقة وبارع جدا، بيعرف تماما أنه هو يعني ما راح يخسر سوريا كلها كموقع استراتيجي وكشعب وكنظام ما بعد الأسد من شان عيون بشار الأسد. هذه دولة يعني؟ هيدا معناته أنه هو عم يحاول يعمل خطوط خلفية له، يعني ما بريد يخسر النظام ويخسر سوريا. طيب. هو يعرف تماما انه في عنده بلان بي، يعني اذا سقط النظام لماذا لا يتواصل مع المعارضه الفعليه؟ تواصل 3 مرات صاروا مجتمعين، وهو حريص على هذا الامر. ولازم تتذكري كلام قاله السيد حسن نصر الله من 6 أشهر أو 7 أشهر لما حكي عن حق الشعب السوري وعن ضروره الاصلاح وعن ما بعرف شو، عن النصائح اللي قدمناها للنظام وعن ما بعرف الى اخره. يعني في ذلك الوقت كانوا الإيرانيين داخلين بشدة وبقوة على أنهم يفتحوا خطوط مع المعارضة ويحاولوا يكونوا شركاء في حل ليضل لهم هالشرفة النفوذ
في المنطقة. هالشرفة اللي عم تحكي عنها هل عكستها زيارة جليلي يعني اللي بلش بسوريا التقى الرئيس الأسد وصل على بيروت بعد راح على تركيا؟ لاريجاني. هل هيدا الحرص حرص إيراني وهل تعكس هذه الزيارة تمسك إيران؟ أولا يعني زيارة لاريجاني من الناحية الدبلوماسية خلينا نبلش بلبنان. من الناحية من يعني الأصول الدبلوماسية والعلاقات بين الدول، يعني وقت اللي بيجي رئيس مجلس الشورى في إيران اللي هو علي لاريجاني وشخص من القيادين الكبار في مصر بده يزور بلد مثل لبنان، رئيس جمهوريته مش هون ورئيس حكومته مش هون، بعتقد بالعلاقات بين دول بنعمل ترتيبات انه ما يكون في فويت، يعني ما يكون تقصد التوقيت برأيك وهن بالفاتيكان انه برات البلد؟ ما بدي افترض هيك لأنه بصير عم حلل. سنقول تقصد انه على القليل انه ما يحرص انه يكونوا بالبلد. ما بدي اقول هيك، بس بدي اقول انا يعني هاي مش الاصول. يعني الدول فيها لياقات وبتحفظ الاصول. نعم. وقت اللي بده يجي علي لاريجاني على بيروت ورئيس الجمهوريه غايب ورئيس الحكومه غايب ويقتصر باجتماعه على دولة الرئيس نبي بري وبعض المنظمات الفلسطينيه، بعتقد انه بكون عم بقيم كثير وزن لسياده الدوله اللبنانيه ممثله ب رموزها وما فيها من رؤساء. هيدي واحد. اثنين، عندما يتكلم من بيروت وبعتقد رئيس الجمهورية رد عليه مبارح من الفاتيكان مقرعا عن الأنظمة العربية كلها انه انتو العرب بتعرفوا تساعدوا الفلسطينيين، لو بتكون تساعدوا بتساعدوا بالمساعدات العسكرية، لو بتساعدوا ساعدوا بعدوا مثلنا صواريخ. صحيح. طيب انت ضايف في لبنان، انت ضايف رسمي في لبنان وضايف محترم في لبنان، طيب على الأقل تحترم يعني علاقات لبنان العربية، فلا تسيء إلى هذا العالم العربي كله من منبر بيروت في غياب رئيس جمهوريته ورئيس حكومته. يعني أنا بعرف الإيرانيين بارعين في العمل السياسي أكثر من العرب، بس ليش بصير هيك أغلاط؟ ما بعرف. هلا حضرتك يمكن عم تعتبر أغلاط، يمكن إنه منهم معتبرين أغلاط، يمكن مقصود إنه يحكي هالكلام من بيروت لأنه كان بدمشق وما وجه الرسائل هاي من سوريا، هي وجهها من بيروت. وجهها من بيروت لأنه هن ربما يعني إذا بدي يجي معك أنا بهالموضوع، ربما لأنه صاروا يعتبروا بيروت هي مثل أصفهان أو مثل ضاحية من ضواحي طهران، بمعنى إنه نحن منبعث طيارة أيوب نطلقها فوق إسرائيل، وإسرائيل عدو، ما حدا عم بيقول إنه ما لازم نتجاسس عليه وما لازم نضربه، لا لازم نتجاسس عليه ولازم نضربه، لكن في أصول للتجاسس وفي أصول للضرب. ما فينا نجي نحن نتجاوز سيادة البلد اللي اسمه لبنان، نبعث طيارة ثم يعلن من طهران مش من بيروت إنه والله نحن حصلنا على كل ما صورت هذه الطيارة من وأخذت من معلومات فوق الأراضي الإسرائيلية، بالوقت اللي أنا بعتقد إنه ما في حدا في هذه الدولة اللبنانية حرام 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 بيعرف شيء عن هذه الطيارة. عنا صبر أيوب، نحن هن عندهم طائرة أيوب، نحن عنا صبر أيوب. طائرة في أمثلة كتير بس يمكن صبر أيوب يخلص. راح توقف مع فاصل علينا ونتابع الحوار بعد البريك. نتابع الحوار مع المحلل السياسي استاذ راجح خوري. استاذ قبل ما نفوت بالملفات الداخليه كنا ختمنا عم نحكي عن ايران وطائره ايوب وصبر ايوب، بس هل ايران كل ما تقوم به؟ انه البعض كان قال انه حماس صارت باحضان قطر والسعوديه وانشقت عن الحلف الايراني السوري، ولكن لانها دعمت كثير وقدمت السلاح، هل يعني شو الهدف كان الايراني من وراء عملها هذا؟ والغرب يعني لما بيكون كمان بمكان ما واقف ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس او ما عبروه مثل ما كثير ناس كتبت، يعني عم بحكي باللبناني ما عبروه، هل هو ايضا يعني يدعم ايران بهالمحل؟ لك بالاساس صار في مؤتمر من فتره من 7-8 سنين 9 سنين من قبل بال 2007 صار في مؤتمر اسمه مؤتمر مكي، اجتمع فيه خالد مشعل مع محمود عباس. صحيح. برعايه الملك عبد الله، وصار في نوع من الاتفاق على خلفية يعني مصالحة بين حماس وبين فتح تنهي هالانقسام الفلسطيني اللي بيستفيد منه العدو الإسرائيلي. صحيح. دخلوا الإيرانيين على الخط، انتزعوا حماس بعد أشهر قليلة، وبلا ريب الإيرانيين دعموا حماس، صواريخ فجر 5 وفجر 3 من إيران. وقال الكلام هيدا قيل طبعا. شلح قالوا ورمقه وخالد مشعل قالوا في المؤتمر الصحفي.
وما فيش داعي حدا يعني معروف السلاح هذا وين جاي. بلا شك إيران منذ زمن بعيد، وأنا بتذكر بال 2001 وقت اللي كان في الانتفاضة الثانية بالضفة الغربية نظمت طهران مؤتمر اسمه مؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية، وأنا من الناس اللي راحوا إيران وعملت حتى محاضرة في إيران في هذا الموضوع. منذ ذلك الوقت كان عندي إحساس وما خاب ولا نهار إنه الإيرانيين بيريدوا يحطوا إيدهم على القضية الفلسطينية، يمدوا إيدهم من فوق العالم العربي ويمسكوا القضية الفلسطينية اللي هي جوهر وجدان الأمة العربية. طيب العرب عملوا المبادرة العربية للسلام بقمة بيروت، هن بدوا يصلحوا الثورة ضد فلسطين وراحوا بهالاتجاه وحاولوا يلعبوا لعبتهم داخل التوزع السياسي في المنطقة العربية ويفرزوا المنطقة العربية على أساس ناس بتصالح وناس بتقاوم، وهذا اللي حاصل. دعموا حماس بلا ريب، لكن اللي حصل مؤخرا هو نوع من انتزاع حماس من أحضان الإيرانيين ووضعه في حصن المصريين. حماس اليوم في حضن محمد مرسي عند الإخوان المسلمين، شئنا وأبينا، هذا اللي انتهينا له. حتى جهاد الإسلامي اللي بوقت من الأوقات يراهن عليه بعتقد بده يلتحق بحماس إلا إذا صار في مشاكل بقلب الضفة. منشان هيك الدور الإيراني واضح في دعم بعض المنظمات الفلسطينية مثل ما دعم حزب الله هون. لكن اللي بدي أقوله بالنسبة لمحمود عباس، طرحت سؤال عن محمود عباس. محمود عباس من وقت اللي قرر أنه يروح للأمم المتحدة حتى يطلب مقعد لفلسطين كدولة غير عضو، أعلنت حرب ضروس عليه بتريد تصفيه سياسيا. وأنا بارح كتبت أنه يمكن يغتالوه، أنا قلت له في الدوحة من 3 أشهر أنا شخصيا. كيف يعني يغتالوه يصفوه جسديا طبعا يعني؟ قلت له أنا لك أبو مازن، إذا أنت بقيت راعي بهالجو وبدك تكسر جرار معهم، تذكر أنه يمكن يغتالوك مثل عرفات. أنا مش حدا غلق. كان جوابه أنه اللي قتله مشان فلسطين منه أحسن مني. مشان هيك أنا متأكد أنه هو رايح ب29 شهر على الأمم المتحدة وبده يطلب هذا المقعد لدولة فلسطين، وعندهم أكثر من 130 دولة بالأمم المتحدة مؤيدة لهذا المشروع. ليش معترضين على هذا الأمر الأمريكان؟ كانوا معترضين لأنه بده يرضوا الإسرائيلي عشية الانتخابات أوباما. وبعتقد أنه أوباما تلفن له محمود عباس وقال له بتأجل روحتك لبعد الانتخابات. لما انتهت الانتخابات وقرر يروح اتصل فيه تليفونيا وقال له بك تأجل هالزيارة هاي لأنه نحن بعد الانتخابات رح نبلش نحرك مسار التسوية السلمية. وعود طبعا، قضينا 4 سنين بالوعود طبعا. حتى كلينتون وقت اللي اجت امبارح اجت لحتى تبارك الاتفاق، يعني انه كان محمد مرسي قادر ينظم اتفاق هو الاسرائيلي على الموضوع غزة بدون ما يجي الختم الامريكاني، اجت هيلاري كلينتون تركت من تايلند واجت على هذا لحتى بس هي تكون المظلة لهذا الاتفاق. لكن حرصت بعد ما هذا انها تروح تزور ابو مازن محمود عباس، والناس تظنوا انه والله رايحة تستشيره بقصة الحل. انا قلت انه رايحة تهدده. ثاني يوم تصريحات صائب عراقات انه هددته باقصى العقوبات اللي ممكن يتصور عقله اذا بيحاول يروح لهونيك، وانه كل المساعدات اللي عم يتلقوها بدها توقف، وانه حتى العمل يعني العملية السلمية اللي بدو يعوها راح يمتنوا عنها، وحتى ضريبة المعابر اللي بياخدوها من إسرائيل ليدفعوا المعاشات راح تتوقف. ليش مهتمين هالقد بعدم ذهاب محمود عباس للأمم المتحدة؟ لسبب كتير أساسي والناس بفترضوه تفصيلي كتير كتير مهم. عم بيحكوا عن انتصار بغزة عظيم، أنا ما في إنكر أنه إسرائيل ما قدرت تعمل شيء بغزة، لكن إذا تمكن محمود عباس أنه يجيب اعتراف بالأمم المتحدة بدولة فلسطين بيكون عمل إنجاز تاريخي أهم من كامب ديفيد وأهم من كل الاتفاقات اللي عملوها. بأي معنى؟ بمعنى أنه بيكون ثبت حق فلسطين قانونا في القانون الدولي بهذه الأرض اللي هي العودة إلى حدود 74 مع القدس عاصمة لإسرائيل. وعلى هذه الخلفية كل عملية التهويد اللي حصلت وكل القضم اللي حصل لأراضي بصفي غير شرعي وبصفي للفلسطيني الحق أن يطالب بهذه الأرض إلى الأبد. مشان هيك كني بيريدوا أنه ما يروح للأمم المتحدة، لكن أنا بعتقد أنه رايح ما بقى عنده خيارات أخرى. عظيم، خليني أنتقل للملف اللبناني الداخلي.
وين نحن بالسياسة بلبنان؟ بين مبادرة وليد جملاط، بين دعوة للحوار، بين مقاطعة حوار، بين كلام الكاردينال، صار كاردينال البشارة، مار بشارة بطرس الراعي، يعني وين نحن؟ أي كلام؟ لأنه حكي كثير كلام. لا هلا البلد عم يغلي على جملة أنه ما بحق لحدا أنه يطالب بتسليم متهمين، لأنه كل متهم بريء حتى أثبات العكس، وصار في توضيح بطبيعة الحال، وقيل أنه الكلام مجتزأ إلى ما هنالك. يعني يعني هيدي أمور بما يفوت فيها بالتفصيل، بس أنت عم بتقولي وين لبنان؟ نعم. أنت طرحت السؤال بالأساس وين لبنان؟ لبنان في النائي بالنفس. هو مش نحن بحكومة نائب النفس؟ نائب النفس استنسبية، النائب النفس عن كل شيء. حلو. ما في في بالبلد حكومة بالاسم بس، حكومة بالفعل ما في حكومة. شو عملت هاي الحكومة؟ فرجيني شغلة بتثبت انه في حكومة بالبلد. هلا عم نكتشف، اليوم عم نكتشف انه هول بواخر الكهرباء اللي عم بعلمي انه جايين امبارح ب 11 ما اجى شيء ولا راح يجوا. شو اللي صار؟ نفط مأجل. الوضع الاقتصادي انعمل اصدار، معلش نحكي على الهواء، ما بقى يجوز الواحد يخبي شيء. طبعا انعمل اصدار ب 1100 مليار لحتى يسكروا بعض الديون، هاي اللي انعمل من جمعتين. لو ما يصير في تفاهم ورا الحيطان مع المصارف على انه بس يصير هالاصدار بدك تشتروه، كان صدر كان انعمل الاصدار وما قدر حدا يشتري بليره من الاصدار، تم شراء الاسهم سندات، عفوا سندات الخزينة فور ما أعلن إصدار. تعرفي لا لسبب كثير بسيط، 70% من دين الدولة اللبنانية مع المصارف. شو المصارف يعني؟ أنا وأنت حطت لك شوية مصاري وأنا حطت شوية مصاري وهالختيارة حطت لها ابنها 20-25 ألف دولار لحتى تعيش منهم، مصاري الناس بالبنوكي. هودي اللي عم تاخذهم البنوكي بتشتري فيهم سندات. صفت العملية مرتبطة جوهرياً كأن أقنية متصلة، إذا ما مولت الحكومة بتفلس الحكومة، بتفلسي أنت بفلس الشعب، وإذا استمريت بالتمويل استمريت أنك تنزلي بالجورة، يعني لحس المبرد. نحن بوضع لحس المبرد بالوضع الاقتصادي، بالوضع السياسي وضع أسوأ بكثير. عندنا رئيس حكومة نحن يفتخر في البريز أنه نحن عم نتلقى التهاني أينما ذهبنا على سياسة نائب النفس. يا سيدي لو كنكم عم تعملوا نائب النفس على الموضوع السوري بالمعنى الحقيقي نحن راح نقوم نزقف كمان، بس انتوا نائب النفس عن كل شيء، عن كل شيء، سلسله الرطب والرواتب، الادويه المزوره. يعني اذا بدك تبلشي تفكري شو في بالبلد بتخافي، ما عادش بلد هيدا. بس نحن يعني امام شو اليوم؟ في مطالبه برحيل هذه الحكومه، الرئيس مئاتي عنده كذا موقف، موقف بيقول فلتشكل حكومة أخرى، موقف بيقول ما في بديل عن هالحكومة. صراحة ما في موقف واضح، أو على الأقل عندي أنا ما بعرف إذا عندك موقف، شو بده الرئيس مئاتي؟ بده بقاء هذه الحكومة أو هو مع تشكيل حكومة تانية؟ الرئيس مئاتي بده حاله. الرئيس مئاتي فات بقصة تشكل حكومة على أساس أنه مثل ما قال أول شيء أنه حسينا أنه البلد راي على اضطراب أمني وكذا، أنا بدي أحيد هالبلد من الاضطراب الأمني وكذا. دخل بالانقلاب اللي حصل على حكومة سعد الحريري، شكل هذه الحكومة ذات اللون الواحد مثل ما نحن نعرف، وبقيوا 6-7 أشهر لحتى اتفقوا هون حلفاء لتشكيل هذه الحكومة. ثم بدأ في هذه السلطة، وليس هناك من يشك للحظة أنه هذه الحكومة بتاخذ تعليماتها من سوريا ومن الضاحية، أمر معروف يعني. هو نكر هالشيء وبيقول هي أكثر حكومة فيها وزراء شيعة، فكيف بعدهم بيقولوا أنه هذه حكومة حزب الله؟ هي قالة من باريس. هيدا كلام صرنا سامعينه أكثر من مرة، مش المهم مين فيها وزراء، المهم شو عم تعمل. أنا يا عمي أرثوذكسي، بتأيدي يعني بتحكميني من خلال أرثوذكسيتي ولا من خلال تصرفاتي؟ طبعا من خلال، من خلال تصرفاتي. طب إذا 14 أدار أستاذ راجح ترفض، خليني أقول لك، أنت وصلتي للجوهر، إنه شو بده الرئيس مئاتي؟ بده شغلة كثير بسيطة. اليوم لا يستقيل، مش قادر يستقيل، مش قادر او ما بده، مش قادر. أوكي. انا بصر على كلمه مش قادر يستقيل. اوكي، لو قادر يستقيل استقال بوقت مناسب، وكان طلع منها، وهو شاطر وذكي وبيعرف تماما كيف يتصرف. مش قادر يستقيل. اليوم في شغله ممكن تفتح باب ضوء عليه، هو ما يسعى اليه وليد بيك جملاط بالتعاون مع الاستاذ نبي بري، بمعنى انه يا اخي لا فينا نقيل هذه الحكومه قبل ما نتفق على حكومة تانية، ولا فينا نطلع على الحوار لحتى نتفق على إقالة الحكومة، لأنه معروف موقف 14 أدار بعد اغتيال
وسام الحسن انه نحن عشو بدنا نحاور، خلص الحوار ما عاد له معنى، سيما وانه حاورنا اكثر من مره وتبين انه هذا الحوار ما له معنى. واهم حوار حصل هو مؤتمر الدوحة اللي صار فيه اتفاقات وامضاءات دول عليها ونكل بهذا الاتفاق، فهن بيقولوا ما راح نحاور، ورغم تكرار دعوة الرئيس من فاتيكان امبارح انه ما في الا الحوار والى انا بعتقد انه مش راح يحاور. عشان هيك عم بحاول اليوم والجملات انه يعملوا يعني حوار وراء ستار الحوار، يعني هالجولة عم بيقوموا فيها نواب الأستاذ ولي جنبلاط وزرائه هي لإجراء حوار بيذكر تماماً بالمراسيم الجوالي، بيذكر شيء اسمه المراسيم الجوالي. أيام كان في حكومة اسمها حكومة ميشيل عون وحكومة سليم الحص، ما بقى في دولة تجتمع، يعني البلد في حكومتين، لبنان حصل هالشيء، ومن اخترعنا شغلة اسمها المراسيم الجوالي. يعني هالمرسوم هذا اللي بده يصدر بتعييني أنا أو تعيين فلان أو تعيينك أنت أو كذا بده أمضى، مش عم يجتمعوا ليمضوا، بيعطوه لواحد على الموتوسيكل وبيبرم فيه بيمضيه مراسيم جوالي. هلا الحوار جوال، انا بتسميه الكلام اللي عم يعمله الاستاذ وليد اليوم الحوار جوال، انه بنحاول نعمل حوار ورا الحيطان، اذا وصلنا لشبه فكره هيك او شبه تصور ساعتها بنروح على الحوار، وبوافقوا 14 اذار يطلعوا الحوار، شرط انه نكون قدمنا له نحن صورة حقيقية مقنعة عما سيجري بهذا الحوار. إننا نطلع على الحوار ومش عارفين شو بيطلع من الحوار لن يحصل. حضرتك مين بتأيد يعني يقعدوا على طاولة الحوار وهيك قال الرئيس مياتي خلينا نقعد نبحث موضوع السلاح وتشكيل حكومة جديدة، بتأيد اللي عم يقول نقعد على طاولة نبحث فيهم أو لا يكون عندنا تصور مسبق قبل ما نقعد على طاولة الحوار اللي هن جماعة 14 أداء؟ لا يمكن يصير طاولة حوار، ما زال السيد حسن نصر الله واضح وعم بيقول أنا السلاح خط أحمر ممنوع الحوار فيه. استاذ راجح بس السلاح حيبقى لا ما حيشيله جماعة الجاي يعني قدوا بلا تم. انت مش عم تحاوري بالموضوع لحد هلا ما تقدم تصور بالخطة الدفاعية اللي حكيوا عنها من حزب الله لحد هلا. طب شو بيطلعوا يتحاوروا؟ شو بيتحاوروا؟ بتحاوروا انه يا اخي عفى الله عما مضى مثل ما قال رئيس الجمهورية فلننسى احقادنا ولننسى كذا وما بعرف شو كله اللي قالوا من برا، وانه تعالوا نتحاور لانه ما في غير الحوار. صحيح ما في غير الحوار، لكن يا خي هذا الحوار ذبح ذبحا شديدا، يعني اكثر من مره صار مذبوح الحوار. شو اللي لازم مشان يعني؟ هيك اليوم عم يعمل ولي جملات محاوله جسطبط للخروج بحكومه معدله، تعديل هذه الحكومه، حكومه محايده بسموها بين 14 وبين 8، ويرأسها نجيب ميقاتي على طريقه حكومه 2005 اللي اجرت الانتخابات، وهذا كثير برحب فيه بالمناسبه رئيس الحكومه ميقاتي لانه على الاقل يعيد تعويم صورته. مرحبين فيه 14 اذار؟ ما لحد هلا ما قالوا رايهم 14 اذار، مشان هيك انا عم اقول لك في حوار جوال عم بيحاول لص النبض ليشوف نقدر نوصل لتصور نطلع من المأزق اللي اسمه مأزق الحكومه وتغيير الحكومه. انا شخصيا مش لأني متشائم بطبيعتي، بس لأنا بقول ما رح نوصل لأي نتيجة ورايحين على تمديد لرئيس الجمهورية ولمجلس النيابي وللمجلس النيابي، وهذه الحكومة مستمرة أقل من حكومة تصريف أعمال. وزير الداخلية ألمح لهالشيء، بس حضرتك عندك معلومات يعني أنه باقيين ولا لا تحليل؟ عندي تحليل واضح أنه ما يعني في استحالة بالوصول إلى تصور واضح ومفهوم ينقذ البلد فعلا وينتشر البلد. وللأسف نحن ببركان إقليمي عم يغلي، تعرفي شو عم يغلي؟ عم يغلي ونحن ملتهيين بهذا القصة. مشان هيك أنا وقت اللي بلشت بالسؤال عن وضع المحلي حسيت أنه نقلنا من المحلي بيستحق الحكي إلى محل يعني مؤسف أنه الواحد يحكي فيه، لأنه صفينا بحالة يأس حقيقية. بعدين كيف بيقول رئيس الجمهورية؟ ما لشي مع احترامي لمقام الرئيس الجمهورية، كيف بيقول من الفاتيكان أنه الرهانات على النظام وعلى المعارضة في سوريا؟ شو رهانات؟ كيف رهانات يعني؟ من احنا محكومين غصب عنا بالشيء اللي عم يصير بسوريا ومستقبل اللي عم يصير بسوريا، اللي عم يبنوا سياسات بالبلد على أساس ما سيحصل في سوريا. أنا ما بعتقد هيك الأمور، هذا كلام جرايد. هناك من ينتظر ربما هناك من ينتظر إما سقوط النظام، وهناك من ينتظر التأكيد على أن النظام لن يسقط وعم يبنوا سياسات بناء عليه. شو هالقصة هيدي؟ يعني بتقول لي 14 أدار استاذ راجح ما عم بتراهن على سقوط النظام لتعرف تتحرك او تخوض انتخابات؟ طيب 8 أدار عشو مراهن كمان على العكس، بس انه كلام الرئيس عم بتغلطه او عم تنتقده؟ لا انا عم اقول كلام الرئيس انه
يطلعوا من قصة الحسابات في الخارج. إذا قرر اللبناني يطلع الخارج طالع منا، إنه الخارج السورية طالع منا، إذا طلعنا نحن منا، ما سوريا عم تستعملنا. طيب واستعملنا نحن عبر 8 أذار عم نرد عليه من 14 أذار. في محاولة بالبلد لفعلا يعني نعمل عملية كت مثل ما بيقولوا، قطع حقيقي، وهالبلد يعني يدور بفلكه بتفاهمه بعيدا عن شو ممكن يعمل رئيس الجمهورية أمام هالوضع المتشنج اللي كله من برا من دار، وضع إقليمي عم يغلي، إنه شو ممكن يعمل رئيس الجمهورية؟ بيدعي للحوار ما بيلبوا الحوار، هو بالآخر شو عم يعملوا؟ اللي عم يعملوا مؤخرا كتير كويس، إنه مثلا يبعت رسالة يعني هيك لوم لأحمد نجاد مشان قصة الكلام عن طائرة أيوب، كتير مهم. وهالكلام بلغوا للوزير الإيراني مجيد منجو اللي إجا مؤخرا وقع على قصة سد مع الوزير جبران بيصير. لا انه له مواقف واضحة رئيس الجمهورية بهذا الموضوع، لكن مش بس انه رئيس الجمهورية اليوم بسلطاته مش قادر يغير المشهد السياسي، يحاول تغيير المشهد السياسي. بس اذا بتصور رئيس الجمهورية انه الحوار رح يحل وسط هالاصطفاف الحد في البلد، انا ما بعتقد، مش واضح. مشان هيك سوريا اللي فايتة باللعبة علينا، مش أكثر من إحنا فايتين عليها. هل سوريا اليوم بفيدة فوضى بلبنان ولا لا؟ الوضع اللي نحن فيه هلا حكومة بيد حلفاء أفضل لها؟ كل فوضى في المنطقة العربية بتفيد سوريا. وقت اللي كانت غزة خلال 7 أيام عم تنقصف، كان خبر سوريا 5 خبر عندكم النشرة أكثر كمان. هن أسقطوا الطائرة التركية عمدا كما تبين، لأنهم بريدوا يستسقوا حرب مع تركيا. هن حركشوا بالأردن لأنه بريدوا مشي مع الأردن، وسقط أكثر من قذيفة على الحدود التركية بداخل تركيا. وهلأ عم يصير مشاكل لحد هلأ. هن حاولوا، ما نرجع نحكي عن قصة المملوك وغير المملوك معروفة، حاولوا شعلوا البلد أكثر من مرة. خليني أسألك بالكلام عن المملوك، هناك من يتحدث أنه في مفاجأة رح يعني تطلع بملف ميشيل سماحة، أي مفاجأة ممكن أنه نشوف؟ رئيس الجمهورية عم يدعي دائما حتى بكلمته يعني بخطابه لعيد الاستقلال، دعا إلى التسريع في إصدار القرارات الظنية، وكأنه يعني يركز على هذه القضية، كما في تشيع وسام الحسن حكي عن هالموضوع. يعني أنا أقول لك هي موضوع جد، ما عندي معلومات عن أي مفاجأة. وقت اللي صحفي بالبلد مثل حكايتي وحكايتك بصير يعرف شو هي المفاجأة، بتعرفش مفاجأة. ربما هن أعلم بهالقصة، لكن شو بده يطلع مفاجآت؟ يعني الكلام اللي قريناه نحن عن الاعترافات الوزير سماحة واضح وصريح ومفهوم وواصل. أنا اللي لفت لي نظري الكلام اللي إجا من المحكمة الدولية إنه في 13,000 شاهد مشان موضوع جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. كتير 13,000 شاهد، يعني نص الجمهورية اللبنانية إلى علاقة بالموضوع. طلع هي الكلام من المحكمة الدولية. لا لا صحيح طلع، بس كتير 13,000. ما عم بقول لك يعني شو 13,000 شهيد، إلا إذا كانوا أخذين كل كلمة قالت بالصحف وسجلوا عليها وتابعوها وإلى آخره. طيب لماذا قال الكاردينال الراعي ما قاله، إنه ما بيجوز لأي جهة تحكي أو تطالب بتسليم متهمين؟ أنا ما بعتقد يعني سيادة الكاردينال قال هذا الكلام وهو يقصد فعليا هذا الموضوع، لأنه هو بيعرف قانون مثل ما نحن بنعرف قانون، أنه ما بإمكانك أبداً أنت تحاكم غيابياً الناس وتصدر أحكامهم قاعدين ببيوتهم. أنت بتجيب الناس هيك، هيك المسلك القضائي هيك، بتجيب المتهم بتقعده وهو بريء لكن قاعد، وبتعمل محاكمة، وبنتيجة هذه المحاكمة يا بتقول له أنت بريء وبتعتذر منه قدام الناس، عادة هيك بتصير، يا بتقول له انت متهم وتعاد صفحته البيضة، يا بتدينه. اما انه قاعد ببيته انت حاكم قد ما بدك وانا قاعد ببيتي، وبعدين اذا ادنيك بنجيبك، اذا ما ادنيك بضل محلك. ما سبق في تاريخ المحاكمات بالعالم انه حصل هالشيء. ما بعرف ليش قال هيك، ربما كان ما بيقصد هالكلام. مع اغتيال وسام الحسن، هل اغتيلت 14 اذار برايك؟ والله شوفي لقلك، إذا بدك تحكي بالعمق بلا ريب اغتيال وسام الحسن هو اغتيال للأمن والاستقرار عند كثيرين في البلد. أنا بعرف رؤساء في البلد ما عم يطلعوا من بيوتهم خوفا وزعرا، نواب كتير ما عم يطلعوا من بيتهم خوفا وزعرا من اغتيالات.
اغتيال وسام الحسن هو اغتيال لإحساس يعني النسبي بالاطمئنان في مواجهة مجموعة كبيرة من المؤامرات اللي ناشطة بالبلد سواء على يد العدو الإسرائيلي 33 يعني عصابة وشبكة للتجسس الإسرائيلي إضافة إلى شبكات كثيرة. لا كان بيمثل شغلة كتير أساسية ومهمة وبمهنية عالية وبموضوعية كتير أساسية أدار هذه اللعبة. طبعا استشهاده ضربة قاسمة للبلد وبوقت لقت ل 14 أدار لسبب كتير بسيط، لأنه اللي عم يتم اغتياله من جماعة 14 أدار مش عم يتم اغتيال حدا من لا سمح الله لبنا حدا هون لبنا حدا هون وقال له بصير فينا مثل أنه لا مش هاي الموضوع. الموضوع أنه يعني كان وسام يعني ماسك الموضوع والمراقبة في المسألة الأمنية بمهنية عالية وفرت على البلد كتير من المشاكل ووفرت على حزب الله كتير من المشاكل. هو كشف مجموعة من الجواسيس اللي بعقر دار حزب الله كانوا عم يتجسسوا عليه وأبلغ حزب الله. كيف تقيم الاتهام اللي قام فيه 14 أذار لأنه حزب الله وإيران، بس عمليا حزب الله هو ينفذ عملية الاغتيال؟ يعني الاتهامات بلبنان تبنى على أساس مش على أساس فوري، على أساس تراكمي. يعني بتذكر شو نقال عنه لوسام الحسن على التلفزيونات؟ شو نقال عن شعبة المعلومات؟ ومش أنه بس الطيار العالي بيحرق، لا نقال كلام خونوه. صحيح، خونوه وطالبوا برأسه. في كلام مسجل بالتلفزيونات لحزبيين ومسؤولين سابقين أنه وسام الحسن مجرم قتال لازم يقتل، أكثر من مرة نقال هالكلام. طيب إذا بينقال هالكلام عن شخص موجود بالدولة وتشن عليه كل هذه الحروب، أليس من حق الناس اللي هن بالأساس بيدعموه ويفترضوا أنه مقتله اللي قالوا هذا الكلام إن لم يكونوا منفذين فهم محرضون؟ أقل ما يمكن. أستاذ راجح خوري، بدي أشكر حضورك وشكراً على القراءة الإقليمية والمحلية، علماً طبعاً نصني على الإقليمي أكثر من المحلي لأنه المحلي ضعنا ما عم نعرف شيء. مشاهدينا شكراً للمتابعة، بيعوا دائماً. مش أنا ضيعتك. إيه؟ مش أنا ضيعتك، البلد مضيعك. لا البلد، هي السياسة بالبلد مضيعتنا، أنت عم تصوب شوي. تابعوا دائماً آخر الأخبار على MTV Lebanon News على تويتر وMTV Lebanon على فيسبوك وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. للقاء.